اسر حق بحاجه. قولي. المذيعه منى عبد الوهاب ساعه موضوع فاكر بتاع محل الكشري، تمام، منى عبد الوهاب لقيت لك صوره وانت قاعد حاطط ايدك على كتف الراجل بعد ما خلص اكل، فراحت كاتبه، حطت صوره عندها على الفيسبوك وراحت كاتبه اكلت يلا نتصور بقى. تمام. دي كانت الفتره دي كانت ميمز كتير على الموضوع ده تحديدا. تمام. شفتها ازاي؟ شفتها، بلغت عن نفسي ازاي؟ هل انا رديت؟ هل انا شفتي انا رديت؟ لا ما رديتش صح؟ خالص، مع ان في ناس كتير كتبوا كده. طب انا ليه ما رديتش؟ يعني انا جيت اسالك عن الموقف فافتكرت انا عملت ايه؟ انا ليه ما رديتش؟ فقلت لازم اصرحها. تمام. وانا ما ازعلش، خلي بالك، ولو كنت شفتها ما كنتش ازعل منك، لان حق كل واحد يشوف كل. لا هي كانت دمها خفيف بصراحه. تمام. يعني حقك ان انت تشوفي عوضي تصرفه ده بوجهه نظرك انت. لا، هم الناس ساعتها شافوه بوجهه نظر ان عوضي عايز يبين شهامة، عايز يبيع ويزود يتقل بيعة أنا ابن بلد، أنا شهمة، أنا جدع، أنا بقف جنب الغلبان. طيب هو الراجل ده أنا جبته أنا إنه بياخد اللقطة يعني. تمام. أنا معاك. وأنا أول مرة أرد على الحاجة دي معاك. عمري ما رديت. أنا عمري ما رديت على حد هاجمني. تمام. هل الراجل ده أنا شفته في الشارع، تمام، ومحدش كان يعرف عنه حاجة، فجبته وقلت للناس يا جماعة الراجل ده مشكلته 1 2 3، فهات يا ابني الكاميرا تعالى نصور، وهات يا ابني الاكل تعالى ناكل، فقمت معرفك المشكله وحلها في فيديو؟ ما حصلش. الراجل طلع ده من مصر كلها وقال لك انا اتهنت، محدش اتكلم، محدش اتكلم، كله ساكت. تمام. كله طالب بمحاسبه المحل، باغلاق المحل. احنا بنتكلم على الـ على الـ على الـ على عوضي و يعني محدش اتكلم. فطلع العبد لله فقال لك يا عم طب انا هكبر بخاطرك علنا، زي ما اتكسرت زي ما انصرك وناصر ربنا. تمام. ده اللي انا عملته. الراجل مشكلته عكت على الملأ، فحبيت ان انا ترد له، ربنا يسببني سبب ان انا اردها له على الملأ. تمام. فروحنا كلنا، فتعالى يا عم انا ايه احكي لك احلى اكله. اي حدث نجم بيعمله بيبقى مغطى بالصحافه والحاجات دي. تمام. فده حصل. فانا النهارده فبوريك ما كانش قصدك تتصور معاه عشان تجبر بخاطره؟ عشان لا، انا ما عملتش كده، لان في الاخر ما هو في الاخر ما هو انت بتبص بعد كده، ما هو ربنا بيكرمني بعديها. طب هاجمك ليه في الاخر يا عودي؟ انا 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 بحب الناس، انا انا راجل بحب الناس. لا، هو هاجمك ليه بعد كده؟ هو يعني انت عملت معاه موقف براحته، ولو موقف جدعانه براحته وموقف انساني. وانا بعمل جدعانه عشان شخص يشكرني، انا النهارده بعمل جدعانه مع راجل من حد من الناس. هو انا مستني شكره؟ انا مش مستني شكره. انا بعمل حاجه عشان حاجه انا مؤمن بيها. طب هو ليه قال وعدته وما وفيتش؟ وعدته ايه؟ وعدته وخلفت. قال ان انت وعدته ان هو يرجع يشتغل تاني سواق. هو يقول اللي يقوله يعني، هو يقول كل واحد مسؤول عن كلامه، وانا مسؤول عن التصرف. قلت ايه لنفسك ساعتها؟ طب لما عملت؟ لا، ما ندمتش. مش هتبقى ندمت على خير عمرك؟ ده عمري. بس ما بترنش في ودنك كده اتقي شر من احسنت اليه؟ لا والله. انا جوايا ايه؟ انا شايف نفسي ازاي؟ اصل انت صاحبي ما بيتعملش معاك اللي بيتعمل معايا. في لما اخويا بيشوفني، بيبقى الحماميه، وانت اخويا عوضي دي عندي بالدنيا، هبص بقى انا انت تقعد تقول ايه يا باشا؟ قول اللي تقول، واحترامك على راسي.